تتواصل فعاليات الدورة 28 لمعرض كايرو آي سي تي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يقام بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، متضمنا بين أركانه أجنحة حكومية وخاصة، منها هيئة البريد المصري والتي تقدم العديد من الخدمات البريدية والرقمية للمواطن المصري. بنستعد لإطلاق خدمة جديدة وهي خدمة بريدي، دي من الخدمات الرائدة طبعا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وده بيعزز تواجدنا في استراتيجية الدولة المستدامة اللي هي 2030، وده اللي بيأكد الريادة بتاعتنا في ان احنا دايما بنبحث عن السبق في كافة الخدمات اللي تقدم للعملاء. السنة دي برضو المعرض بتاعنا بيشهد تقديم العديد من الخدمات اللي بتمكن البريد المصري من الحصول أو من تقديم خدمات واعدة بالنسبة للجمهور. عندنا الرقم البريدي تم اكتماله بنسبة 100% عن طريق النظم الجغرافية اللي هي جي اي اس، وده بيدينا نسبة خطأ في التسليمات بالنسبة للعنوان المسجل للعميل إلى 0%. عندنا كمان السنة دي بيشهد المعرض التطور او النقله الكبيره اللي شهدها تطوير المطابع، المطابع بتاعتنا بقت قادره الان على انها تقدم خدمات للجمهور او للمؤسسات والشركات العامله في جمهوريه مصر العربيه. بدايه احدى المبادرات الرئاسيه التي تسعى لتقديم خدماتها من خلال برامج تدريبيه وتنميه بشريه في جميع المراحل العمريه، في خطوه منها لبناء الانسان المصري. من خلال نموذج المحاكاة دوت بيبتدي معانا الزائر رحلته داخل مركز التنمية البشرية، بيبتدي من تحليل شخصيته ومهاراته باستخدام تجربة الذكاء الاصطناعي، فبيقوم بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ليه، الأساليب المتبعة المفروض ان هو يستخدمها في حياته، بالإضافة للوظائف المناسبة ليه وازاي يقدر يأهل من نفسه باستخدام الدورات التدريبية والتأهيل المناسب. شركات تكنولوجية في جميع قطاعات التكنولوجيا والاتصالات كالذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المالية وتقنية المعلومات تضمنها المعرض. احنا عندنا حلول لقطاعات الصحة وللبنوك للمرافق للتعليم العالي، ايضا حلول الحوسبة السحابية، حلول تأمين المنشآت والمباني بالذكاء الاصطناعي، حلول المدفوعات، وايضا حلول للتوقيع الالكتروني. احنا مش بس بنأمن المعلومات، في تأمين معلومات وفي الفيزيبيليتي او الاوبزرفابيليتي، ازاي ان انا ابقى طول الوقت شايف وعندي قدرة ان انا براقب البريفورمس وطريقة تواصل المعلومات، بحيث ان لو في اي مشكلة بشيل العقبة دي من جوه داخل شبكة المعلومات بشكل آمن وسريع، يخلي ان الخدمة ما تقعش ويخلي ان التطبيق المهم ما يقعش، فبالتالي الانتاجية بتاعت الشركة عامة تزيد. إذن هو عرس تكنولوجي على أرض مصر لكبريات الشركات العالمية والمحلية والإقليمية، ليؤكد أن مصر أصبحت رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وسوقا جاذبة للاستثمارات في تلك الصناعات الواعدة.